السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. سيارتي الهافال X6 جيل الثاني. حقيقة حبيت أجرب تجربة جديدة. شنو حول البنزين؟ اشتريت هذا المنتج، تلاحظ هنا هذا إيثانول، مفروض أنه يكفي 65 لتر. هاي العبة إنتاج مالته التركي، هذا الإنتاج سعره 5000 دينار. المفروض انه هذا المنتج، يا الله، المفروض انه هذا المنتج مع تفويلة البنزين العادي يصير افضل من المحسن حسب المكان اللي اشتريت منه والفيديوهات اللي منزلها. نزلت اني بالجروب قالوا ابتعد عنه، انا احب اجرب لان الايثانول اذا ما فادي فهو ما حيضرني. كثير من السيارات الرياضية ممكن إضافة الإيثانول ولكن بالنسبة معينة، فهذا اللي أحب أتحدث عنه. العبوة كانت في الكيا تكفي 65 لتر، عبوة 65 لتر. إذا خليت إيثانول كمية أكثر من المكتوب عليها راح يأثر على منظومة السيارة. ليش؟ راح يكون الاحتراق جدا مرتفع، راح يأثر لك عندك على البلاكات، راح يأثر لك إذا على نازلات يعني جي دي آي، راح يأثر لك على دبة البيئة تنصهر. فإذا إنه حاب إنه تدخل بهيك شيء يعني فول عادي وضيف محسن الإيثانول، لازم تنتبه إنه الكمية المحددة اللي يعطيك إياها اللي هي 1%. هسه يعني أصلاً مفروض إنه تانك السيارة عندي 55 لتر، أنا جيت فولت، بعض الناس يعني فولت بنزين كامل، أخذت عندي 35 لتر. فتحت له هاي أول مرة أني أضيف، فمستحيل أضيف العبوة كاملة لأنه لحس احتراق شديد. وأيضاً تشيك الفعالية مالتها، هل صدق راح تفيدني سيارة الهافال؟ لأن حسب ما تكلمت، راح أرجع أقول تكلمت مع نفس الوكيل وقال بعض السيارات الصينية ما فادها. قال اللي أخذوه ويانا حقيقة كان شفاف وياي، قال أخذوا من عندي سيارات ام جي مثلا ما فادت، البايك فادت، سيارات كوريا بصورة عامة جي دي اي او التوربو فادها. هذا اذا كان المنتج، هذا المنتج اكيد. اذا كان سيارة بها اي مشكلة بالبلاكات بالنازلات ما راح يشتغل عندك، غرفة احتراق بها كربون ما راح يشتغل عندك. طريقة الاستعمال بالنسبة الى المنتج، انه اولا لازم يكون السيارة باردة او البنزين اللي بالسيارة باردة، لان ما يشتغل اذا مكان البنزين تحت درجة 40 يعني جوا 40، حرارة 45. فلازم اترك السيارة تبرد يعني بالليل، تبرد السيارة بعدين اضيف المادة، يقول لك ورا نص ساعة ساعة رسن يتفاعل وتضبط امورك. المفروض يساعدك انت 15 نقطة هنا هذا الايثانول. فخليني تركي، مكتوب هنا تركي، فراح اجربه واعطيكم نتيجة نهائية لهذا المنتج اللي هو ام بي. مكتوب هنا عندك ام بي. هسان فولت عادي، حقيقة هسان دائم شعل بنزين عادي، ودرجة الحرارة عندي 45 ظهرية ساعة 3. دا سوق خمسايق ما عندي اصلا ادوان، دا سوق خمسايق السيارة. حفول او انتظر بالليل ان شاء الله اضيف المادة واطلع بالسيارة واعطيكم النتيجة النهائية، هل في سيارات هافال او لا، هل اصعب هذا المنتج لو لا. الان مثل ما تلاحظ سيبديني الليل درجة حرارة جوال 40 تقريبا الساعة 12 بالليل، حطيت خط هذا الخط لأنه مو محدد، راح أضيف فقط 50 مل، يعني التانك السيارة 54 وأني مفول أصلا محسن، فراح أدير نصف الكمية. Thank you.
هسه جوا شفتها هاي الكمية مالتها، هاي الكمية هسه ضفته واشوف النتيجة النهائية واخبركم ايش صار بالسيارة ان شاء الله. الان النتيجة النهائية، مشيت تقريبا فوق ال 117 كيلومتر. تلاحظ هنا الكلام كالاتي، اول 50 كيلومتر ما كان عندي مشكله، مندوب عندي السياره ادفانس، سيارتي هاديه ما عندي مشكله، ولكن الان بعد ما عبرت ال 100 كيلو تلاحظ هنا اشتغلت عندي الاسبانه، هذا الاسبانه اشتغلت عندي، فاخذ تشيك انجن صار عندي بالسوشيال بنزين. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه صارت سيارة عندي دوب ادفانس، شوف بالبداية وياكو بيها مشكلة، بعدين عبالك طار رجع فقط بنزين عادي، فالآن لازم سياقتي إلها هذا شغل تبريد يعني ظهري الحرارة 44 شوية 45، بس سياقة لازم هذا على كيفي إلى أن إن شاء الله أصل محطة. حقيقة اشتفوا من بنزين خانة العامرية، هسه بنزينها كلش تعبان، يعني بالبنزين ما حسه مال عامرية تدق عندي ادفانس، اكو محطة قريبة على طريق ابو غريب دائما افول منها اهلية ممتازة، ولكن هاي صار لي 4 ايام كل يوم امر لها لحد الان ما بيها بنزين، هم يجيبون بنزينهم من كربلاء، مصفى مال كربلاء جدا ممتاز، فلازم اشوف لي بنزين خانة ثانية محسن الخزانات محطة نظيفة حتى أفاول أعوض عن هذا وتمشي. هل هي سيارة تمشي؟ هسه تمشي ما عندي مشكلة، ولكن لازم بدون ضغط على السكريتر، سيارة بحرة تمشي. وكان هذا فيديو اليوم حول محسن بنزين، هل تنصح بيه؟ لا ما أنصح بيه، ما يفيد نهائيا، قد يفيدك شوكت برأيي الشخصي اللي هم أستبعده ما أفضله بالشتاء، ما تشغل تبريد جو بارد يمشيك اوكي، والصيف نهائيا.